جاي فين غادي جاي جوادي مجوا هذيك يقول لي عندكم شي حاجه فقيه العطار عثمان اللي كان مزوج وعنده 4 ديال الدراري تزوج مراه جديده وربط علاقه عاطفيه مع فتاه طالبه جامعيه شكون هاد الخيتي اللي دخلتي ليا فهاد النزاري هادي قرعه هادي شكون هادي دوي على هاد المراه هادي ولا هادي بنت اللي كاسه على شكون الدرغي الدرغي غير غدار هذا السي عثمان شكون جاري لعثمان شرح لي شكون هادي قتل الزوجه والعشيقه بوحشيه وقطع الجثتين كيفاش وشنو وقع؟ معك ليها لا ما بغيش نقول لك خدوش ما بغيش نقصلكم بجوج لا 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 يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.